ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المجتمع، في أي مجتمع أكو نمبر وان، يعني هذا نمبر وان يعني مميز، لكنه يبقى نمبر وان وفي معاه ناس آخرين في التصنيف، لكن أن تكون فريد من نوعك فأنت الأوحد، أنت اللي يسموك ليس لك مثيل في المجتمع. هذا هو الترجمة العامية، أترجمها بالعامية. فيقول أنه الأحسن أن تكون فريد من نوعه بدل أن تكون الأحسن، لأنه إذا كنت الأحسن أنت تجعلك نمبر واحد، رقم واحد، يعني معناه معاك رقم 2 3 4 5 6 7، لكن عندما تكون أنت بما يعرف فريد من نوعك فأنت راح تكون الوحيد الموجود كمميز. فصباح الخير. اليوم 22/6/2023، حبيت أصبح عليكم بالكلام الطيب المنقول. أنا موفق المولى، شكرا جزيلا.